بالأول بتشوفوها بتقولوا كتير كيوت وهي عن جد كيوت، وبعدين بس ترجعوا تدققوا بتقولوا لا إن شاء الله ما نزعلها لأنه بنخاف يصير نشي يصير لنا شيء. على كل حال رح خفت من هلا. على كل حال رح نتعرف عليها أكثر لضيفتها لهبة بواحد اثنين ثلاثة. صباح الخير يا صباح النور، كيفك؟ تمام تمام مزبوط قولي كيف فسرتها؟ لا لا مش هالقد. صباح الخير نادية، كيفك؟ ماشي الحال؟ خيفانه رولا؟ لا بس هيك يعني تلبكت شوي بس بتصور رح ارجع عن طريق. صباح الخير نادين. شكلك ايه؟ لا لا ما بتخوف بالعكس. رولا اليوم موضوعنا عن رياضه القوه البدنيه ورفع الاثقال اذا بدنا نقول وكمال الاجسام عند السيدات. هيدا نوع من السبور بلش من كثير زمان بلا ما العالم تعرف، وقت ما كانوا العالم يشتغلوا بايديهم يعني يحملوا اذا بدك يحملوا ما بعرف يحملوا طنجرة يحملوا ايه ما بعرف انه جرة غاز من زمان كثير لانه يحملوني يحملوا الطاولة. لا عن جد كانت من زمان كثير ما كان في بعد ما فاتت التكنولوجيا على حياتنا وبعد ما كانت تطورت اذا فينا نحكي العصور. هلا وقت ما فاتت التكنولوجيا وصار الانسان اذا بدك بيشتغل دائما شغله ورا مكتبه صار بحاجه لآلات معينه لتقوي له عضلاته ولأكثر 100% فصار بحاجه لهالآلات، صار ينزل على النادي يتمرن يتمرن اكثر تيقوي عضلات جسمه. مزبوط. اليوم رولا حنحكي عن رياضه كمال الاجسام والقوه البدنيه عند السيدات، بس بدي خلينا نفصل شغله رولا بين بين الهوايه والاحتراف في خيط اذا بدك رفيع. في خيط اذا انا نحن بنتمرن ويت بنتمرن نزل على النادي، بس اذا زدنا تمريننا وبطلنا عم نمارسه مثل شكل مثل اي انسان عادي هون بنكون فتنا بالاحتراف. اكيد. وهون انا عم بحكي مش بس عند الرجال، عم بحكي عند السيدات وعند الرجال، وخاصه بلعبه رفع الاوزان ولعبه كمال الاجسام. ضيفتي اليوم هي نالي خضر. نالي خضر انت بطله لبنان بالقوه البدنيه وبرفع الاثقال، عمرك 45 سنه. خبرينا شو ليه هيدا سبور؟ لانه انا بدي خبرك كيف بلشتها. ايه انه شو صار معك ليه اخترتي هيدا سبور؟ كيف فتتي بهيدا سبور اللي العالم متعارف عليه اذا بدك اكثر هو صوب الرجال. انا بلشت اول شيء كنت اتمرن عند اختي، كنت اعطي صفوف ايروبكس وحبيت هالشيء، وكان كل ما اسافر اعطي محلها اخذ محلها. بلشت بعدين اتجوزت وبلشت اعطي صفوف لحديد ما حبيت يعني تصير خبرتي اكثر واكثر وادرس عنها البيرسونال تريننج وهيك. دلوني على شخص يلي هو هلا المدرب تبعي رود سليمان، رحت لعنده وهو هو يعني من عنده اخذت الشهادات بلشت ادرس، وبنفس الوقت حبيت انا كل عمري بحب الحديد، يعني بفوت على الجيم لقيت صفوفي بتطلع بالمكانات بالجيم بقول واو لازم بلش ولقيت اجى الوقت بلشت بالبادي بيلدينج يعني بالحديد. بعدين المدرب تبعي شافني عندي القدره انه بقدر اوصل للاكثر لتحترف لاحترف اكثر بس تشاركي ببطولات تقدر اكزاكتلي حتى اشارك بطولات وبلشت اتمرن يعني عندي اياها انا كيف واحد بيشرب المي مثلا. ماما قد ايه لك بهذا الدومين سبور؟ الدومين البادي بيلدينغ صار لي ثلاث سنين. اوكي. كيف نظام تمرينك؟ يعني مثلا بالاسبوع قد ايه بتتمرني؟ كل يوم قد ايه بتتمرني؟ انا عندي كل يوم كل يوم كل يوم عندي تمرين البادي بيلدينغ كل يوم من الاثنين للسبت. كم ساعة بالنهار؟ البادي بيلدينغ بين الساعة ونص للساعتين. أوكي. بعدين عندي صفوف بعطي. أوكي. عندي يا صفين يا ثلاث صفوف يعني مجموع ساعات بالنهار مجموع ساعات عندي مينيموم بين الخمس إلى ثمان ساعات. اوف كل يوم في نقطة فات بجسمك بحس كل يوم ولا شيء بس باكل كثير. في نظام بالضبط نظام اكل معين باكل كثير؟ لا باكل كثير صحي وكثير يعني لانه ما فيني بدي انرجي والانرجي ما باخذها غير من الاكل اكيد. طب انا لي
نحن كمجتمع شرقي عادة النظرة لسيدة بتعمل هيك نوع سبور، ومش بس بتعمل هيك نوع سبور، بتحترف هيك نوع سبور، دائما انه بنلاقي في هيك نظرة منا كثير مريحة، وفي عالم تنتقد. انت يعني فت بهالقصة، حدا وجه لك انتقادات، حسيتي حالك مش مرغوبة بمطرح معين او انا طالما ما يعني اكيد بيطلعوا مثل انا بيطلعوا اذا عم بشيل عضلاتي بيطلعوا انه اف عضلاتها، بس انا بعدني ضمان انه عضلاتي بعدني مره مني هالعضلات اللي عندي هون يلي بتخوف. وبعد عندي يعني بس بصيروا يسالوا لي يا عمي كل شيء بتحملي وكل شيء بتعملي، بس بعدك بتمشي عندك هالانوثه، عندك هال مانك رجال. مزبوط. بعدنا في سيدات بياخذوا يمكن هرمون رجولي او هرمون هو ليكبر العضلات اكثر ليصيروا بيشبهوا عضلات، لانه اكيد نحن بنعرف نحن عند المراه العضل يعني ما بيكبر مثل عند الرجال يعني. بقى جوزي كيف نظرته مثلا؟ جوزي بخاف منك ما بيزعلها ابدا ولا 1%، شو بدك بيعمل جوزي مثلا؟ انا بصير يطلع فيي هيك اكيد مبسوط يعني، انه بس ضل عندي لانه عندي بعدني يعني هالانوثه، بس بصير انا اوقات بصير بدي هيك. بس شجعك من الاول انك تفوتي فيها ولا حاول ينسيك الموضوع حتى اوعى؟ لا كل مره كان يشجعني يعني از لونج انه انا ام هابي، انه ما في شيء عم بعمله يعني، ما تخطيت حدود يعني الفاميلي بالسبور يعني. اكيد انا يعني منظمه، هلا وقت سبور وقت سبور، ما حدا بيحكي معي، هلا وقت العائله وقت العائله، هلا وقت لابني وقت لابني، ما عندي ما بشيل شيء محل شيء يعني كله سوا. قبل ما نروح نشوف ريبورتاج، ولا كانت عم تخبرني اللي تحت الهواء انه هي بتتفادى تعمل مشاكل يعني بحياتها مع العالم. ضروري ايه، لانه اذا بتفش خلقها صح نالي شو بيصير؟ شو معقول يصير؟ بنزا بخبط يعني. طب يعني انا بستأذن رح اعمل مشوار كتير بسيط لهون وبرجع لعندكم، كفوا حديثكم بليز. فيل ات هوم يعني، فيل يور سيلف ات هوم. مش ملاحظة انه كتير عم نهتم فيها وما بلا تعقدي، وانا كتير بشجعك انه مش مسترجيين يعني هو اللي بدك اياه. على كل حال رولا حنروح نشوف هلا روبورتاج صورناه بفيت بيرفور. فيت بيرفور مزبوط الجيم مطرح ما بتتمرن نالي. خلينا نشوف هذا روبورتاج، شوف كيف تتمرن خلال النهار ونرجع سوا لتتمرن هون كمان. صار لها 3 سنين بتتمرن عندي، وانا شفت انه عندها قدرات متميزه برفع الاثقال. تمرنا شهرين لهالشيء، قدرت حققت مركز الثاني ببطوله العالم برفع الاثقال للماسترز لعمرها وللفئه الوزن تبعها، وبتامل انه بعد سنه هلا من هلا تمرين وفيها تحقق المركز الاول ان شاء الله السنه الجايه اذا كملت كل شيء مثل ما لازم. بس انت اكيد هلا نحن هيدا اللي توفر، انت عاده عم ترفعي اكثر اكيد. اكيد اوكي اوكي عم شيل عضله البايسب. اوكي بدك تجربي؟ يلا جو يلا جو جو جو. اهم شيء بنج نيز. اوكي اوكي جالس ستايل. اوكي لا قربي شوي ايديك اكثر. خش افتح ساعدني افتحوا لتحت. اوكي جريت جريت ايه يلا غيره. اوكي في عندك الطابه هيدي خمسة. رجعت توقفي محلك. اوكي 5 كيلو. اوكي
اوكي في عنا هاي انا بطلع هاي بحبها كثير اوكي بتمرنا بنزل سكواش اوكي اي ترامب اي جو داون اوكي هاي بس تنقول بعملها شي من هيدا قد ايه وزن الطابة؟ هاي 5 كيلو 5 كيلو بدك تعرف هاي اوكي هيك اوكي انزلي سكوات اوكي ظهري جالس جالس شيء بعد قلت اوكي داون اند جامب وذ ذا بول اب اند داون اوه اوكي كنت عم شغل اجريي حلو يلا عجبتك؟ كثير خلينا بس نستعمل نشوف هيدي اوكي هيدي اتس فور ذا بوش ابس هيدي هيدي البوسو شاف رولو فيكم تتسلوا فيهم اوكي عم تشتغل بالقلم هيدي البوكس وفي عليها كثير اكسرسايز اوكي اوكي رح اعطيك وحده منهم يلي حابرم البوكس على القلب اوكي وي جو فور بوش اب بنزل وبطلع كثير حلو كثير على فكره بتسهل البوش اب هاي ايه ايه عاده فيها العالم بدك تاخذي بالانس اوكي جرب خليني اجربه يلا مضبوط هيك اوكي بنزل اذا اكزاكتلي طيب خلينا كمان رولا نالي تعمل عرض كمان اجسام اوكي هلا حتعمل لنا كومبوزيشن وحتعمل شوي شو قد ما قد ما الاستوديو بيسمح لنا يا وقتها في عندك بال بالكمال اجسام في عندك تو كايند في عندك البادي فتنس في عندك الكمال اجسام اوكي اوكي البادي فتنس يلي المره بتضل اما يلي ما هي عنده هالعضلات الكبار يعني انه هي ست اما شيء مرتب هلا لكل لعبه في حركات لها بالبادي فتنس في عندنا الاربع تيرنز اكشلي يعني بتفوتي بتوقف قدام الجوري اكيد بنكون جروب بعلي اوكي اي شو ماي هي اول تيرن هيدي اول اوكي اول تيرن اوكي اول كوارتر تيرن اتس فرونت كوارتر تيرن في عندك السايد يلي يعني بتبين المنطقه العجنه جنب اوكي اكيد بدي شد وببرون بتطلع لفوق في عندك الباك وفي عندك السايد كمان بترجعي اوكي اوكي بعدين اذا الجروب اذا طلعوا من سته من بيناتهم في عندهم تي ووك اللي بسموها اوكي بتطلع الكومبيتيتور بيطلع اكيد بالسوت تبع الكومبيتيشن بده يمشي الجوري قدامه بده يمشي انت اوريدي عملتيهم هول ببطولات مشاركه فيهم انا عملتهم هذيك السنه وقت شاركت اوكي كانت اول مره ما اول مره يعني مره من لبنان ثرو كمان كنت مشاركه برا لانه بعد بلبنان بعد يمكن بلبنان بعد ما في بعد ما كثير يمكن ايه بس انا يعني اكيد مثل ما خبرتك من ورا المدرب تبعي فوتنا على الاتحاد اوكي ورحنا لبرا اوكي خلينا نشوف بس اخر شيء مشيت التير يلا اوكي بتمشي عضلة المعدة اوكي العضلات اوكي بترجع بتعملي تي ووك اكشلي اوكي اوكي برجع بمشي على جنب كمان بعرض برجع بمشي كمان بعرض وبرجع لورا هلا للبادي بيلدينغ العضلات اللي عم تساليني عنهم اوكي هن عندك اول شيء البايسبس اكيد ما عم شد مزبوط اوكي نرجع بس نتشدي مره اوكي ما عم شد. اوكي البايسبس عندك الترايسبس بتفرجي الترايسبس تبعك عندك الظهر كمان اوكي بعد الضيق؟ لا لانه ادهشتينا وما بقى فينا بعد نتحمل اكثر ثانك يو نيلي عن جد ثانك يو كثير اكيد يعني لا البنات اللي بحبوا هيك نوع سبور انت اكيد تنصحيهم انه انا بنصح الكل يفوتوا ويكفوا احتراف فيها لانه مش عيب اكيد ابدا هذا نوع من السبور مثله مثل اي نوع ثاني انت شايفتيني كثير اكيد لا اوكي ثانك يو كثير نالي يلا انا اكيد راح طبعا بلش برفع الاثقال رح نتوقف مع فاصل اعلاني ومن بعدها بنكون مع جمعيه كنزة وسنبله للاغاثه لحتى نتعرف على اخر النشاطات يلي عم يقوموا فيها مع جمعيه وحملات اخرى خليكم معنا